فتح المسلمون بيت المقدس، وتجمع أهلها حول الصحابي معاذ بن جبل يسألونه عن دين الإسلام، وكانوا جميعاً يعتنقون المسيحية دين الرومان الذين كانوا يحتلون البلاد. كان منهم حيوة الذي جاء من بيسان إلى القدس يسأل عن هذا الدين الجديد. قل لنا يا معاذ، لماذا جاء خليفة المسلمين عمر ليتسلم بنفسه مفاتيح القدس، رغم أنكم فتحتم مصر والشام والعراق ولم يذهب إلى هناك؟ هذه أرض مقدسة كتبها الله للأنبياء، ونحن أتباع نبي آخر الزمان، نقدس ما يقدسه. ألهذا الحد تقتدون بنبيكم حتى بعد وفاته؟ ألم تسمع ما قاله أمير المؤمنين في خطبته؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولكن أميركم رفض أن يصلي في الكنيسة حتى لا تتحول إلى دار عبادة للمسلمين. نحن لم نأتي إلى هنا لنجبر أهل البلد على اعتناق الإسلام، فلكم دينكم ولنا دين. ولماذا جئتم إذن؟ لنمنح الناس حرية اختيار دينهم بعد أن كانوا مجبرين على اعتناق دين واحد هو دين الرومان المحتلين أرضكم. أسلم حيوة لما رآه من سماحة الإسلام والمسلمين، وأنجب ابنه رجاء قبل عامين من وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل تعرف يا رجاء ماذا يملك الإنسان في هذه الدنيا؟ نعم يا أبي، الوقت والصحة والمال. حقاً، الإنسان في شبابه ينفق الوقت والصحة من أجل جمع المال، وعندما يجمع المال يكون قد فقد جزءاً كبيراً من وقته وصحته، فلا يستطيع التمتع بماله. وبماذا تنصحني يا أبي؟ أنصحك بألا تضيع وقتك أبداً. أنا أحفظ القرآن بالكامل. الحمد لله، سأرسلك إلى سيدنا معاذ بن جبل لتتعلم منه أصول الفقه والتفسير وعلم الحديث. ولكني أحب فن المعمار. إذن تتعلم المعمار صباحاً وتتفقه في علوم الدين مساءً. اتفقنا. نبغ رجاء بن حيوة في العلمين الفقه والمعمار، توطدت صداقته بعلماء البصرة والحجاز، واستدعاه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في أمر مهم. حدثني ابني مسلمة عن الدور العظيم الذي لعبته في حربنا ضد الرومان. ظللت تهتف طيلة المعركة بالآية الكريمة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حتى تحقق النصر في النهاية. والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت إلا ما أمرني به الله ورسوله. رجل في شجاعتك وحكمتك جدير بأن يكون الوزير الأول في دولتي. الوزير الأول؟ نعم، أنت عالم كبير يحبك الناس ويقتدون بك، كما أنك خبير في فن المعمار الذي أحبه أنا كثيراً، وسأحتاج دائماً أن أستشيرك في شؤون الحكم. ولكني مشغول بين علمي وعملي، ولن أجد الوقت الكافي لمباشرة منصب كبير كهذا. الإسلام الآن يحتاجك وزيراً أكثر مما يحتاجك عالماً ومعمارياً. فكر في الأمر، وسأنتظر ردك الأخير خلال أسبوع من الآن. هل ستعمل وزيراً لعبد الملك بن مروان؟ ولما لا يا زوجتي العزيزة؟ إنه يريد أن يحسن بك صورته أمام الناس بعد أن تسبب في مقتل عبد الله بن الزبير ومحاصرة الكعبة وقتل مئات المسلمين. أعرف ذلك، وأعتقد أنها فرصة لحقن دماء المسلمين. لقد عرض الخليفة هذا المنصب على كثير من العلماء ورفضوه خشية أن يكرههم الناس ويقول عليهم إنهم علماء السلطان. العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء أيضاً.
ماذا تقصد؟ علمني ديني ألا أخشى في الحق لومة لائم. ستعرض نفسك للخطر، لن تستطيع إصلاح الخليفة الذي أفسدته حاشيته، ستكون أنت المصلح الوحيد بين عشرات الفاسدين المفسدين. الله معي، وما دمت أنوي خيراً سيوفقني الله إلى كل خير. تريدني أن أعفو عن أصحاب عبد الله بن الزبير؟ نعم يا أمير المؤمنين، لقد عاونوا عبد الله في حربه علينا. الحجاج بن يوسف قتل عبد الله وقتل معه عددا كبيرا من المسلمين، مما أوغر الصدور ونشر الفتنة بين الناس، ولكن إذا عفوت عن أصحاب عبد الله بن الزبير صفت النفوس وزاد حب الناس لك يا مولاي وأطفأت نار الفتنة. حسن، سأعفو عنهم. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وأذكرك بحديث رسوله الكريم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. إلى ما ترمي يا رجاء؟ أرجو أن يساعدني مولاي على حقن دماء المسلمين في الفترة القادمة، والله ما قبلت منصب الوزير إلا من أجل ذلك. لا بأس، سأصدر قراراً من الآن بألا ينفذ حكم القتل على أحد من المسلمين إلا بتوقيع منك أنت. يعني ذلك أنه لن يقتل مسلم إلا بإذن منك يا رجاء؟ أدعو الله ألا أعطي هذا الإذن أبداً. يبدو أنك كنت على حق عندما قبلت بمنصب وزير الخليفة، رغم ثورة الكثيرين علي حتى الآن، وخاصة أصدقائي من العلماء والفقهاء. سيقدرون موقفك عندما يفهمون أنك أردت إصلاح الخليفة. ما يؤرقني الآن يا زوجتي العزيزة أن الخليفة مسرف إلى أقصى حد، ينفق معظم أموال الدولة على بناء القصور وتزيينها، وهذا لا يرضي الله ورسوله. انصحه بألا يفعل ذلك. إنه يكره النصيحة المباشرة، وأنا أريد الحفاظ على حبه لي وثقته بي. فيما تفكر إذن؟ سأعرض عليه مشروعاً يخدم الإسلام والمسلمين، ينفق فيه ماله ويعود بالنفع على الناس، ويكون مشروعاً معمارياً، كون الخليفة يحب المعمار ويهواه. وما هو هذا المشروع؟ نبني قبة الصخرة بالمسجد الأقصى. قبة الصخرة؟ نعم، بمناسبة مرور 50 عاماً على فتح بيت المقدس، سأقنع الخليفة أن مشروعاً كهذا سوف يخلد اسمه عبر التاريخ. أعجب الخليفة بالفكرة، وكلف رجاء بن حيوة بصفته واحداً من أمهر المعماريين في عصره ببناء قبة الصخرة بالقدس من الذهب الخالص، وأن تجمع زكاة أهل مصر وتوضع في تكلفة البناء. أتممت بناء القبة يا وزيرنا، وفي 7 سنوات فقط بفضل الله. الآن يزيد تعلق الناس بهذه البقعة المباركة من الأرض المقدسة، ولله الحمد فاض معنا 500,000 درهم بعد اكتمال البناء. هذه لك يا رجاء. لي أنا؟ نعم، مكافأة لك على إتمام بناء القبة بهذا الإتقان والإبداع. والله يا مولاي ما فعلت هذا إلا لوجه الله، وكيف آخذ مكافأة على بناء القبة وقد وضعت فيها حلي امرأتي التي تبرعت بها؟ أترفض هديتي؟ لا يا أمير المؤمنين، ولكني أريد أن يذهب هذا المبلغ الكبير إلى من يستحقه من فقراء المسلمين. مات عبد الملك بن مروان، وظل رجاء بن حيوة الوزير الأول لخليفته الوليد بن عبد الملك، ثم الخليفة سليمان بن عبد الملك. وعندما حضرت سليمان الوفاة أوصى بالخلافة من بعده لأبنائه، وكانوا جميعاً أطفالاً
بينما كان رجاء يريد شيئاً آخر وأعمل ذكاءه ليصل إليه. ماذا تقول يا رجاء في وصيتي بالخلافة لأبنائي من بعدي؟ هذا حقك يا مولاي، وقد أمرت بأن يرتدوا ملابس الخلافة ويدخلوا بها عليك الآن. أبي، لقد ارتدينا ملابس الخلافة. نظر الخليفة إلى أولاده في ملابس الخلافة فوجده منظرا مضحكا يثير الشفقة. يبدو يا شيخنا أن الأبناء أصغر من المنصب. حقا يا مولاي، والخوف أن يطمع فيهم الطامعون فيقتلوهم للاستيلاء على الحكم. ويبدو أن هذا ما قصده رجاء من البداية. اذهبوا الآن وسآتي إليكم في الحال. وما الحل؟ الحل أن توصي بالخلافة لمن تثق بأنه سيقوم بأعبائها خير قيام، وفي الوقت نفسه يحمي أبناءك من القتل أو الأسر. تقصد من؟ لا أرى أفضل منه، ابن عمك عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، والله يا رجاء نعم الاختيار. سأقوم اليوم بعمل يرضي عني الله ورسوله. وهكذا كان لرجاء الفضل في تولية عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الإسلامية وكل ما أنجزه عمر من عدل وخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رجاء، منذ توفي عمر بن عبد العزيز وأنت لا تغادر البيت. مصابي كبير في الخليفة يا زوجتي العزيزة، لم أكن فقط وزيره الأول بل كان صديقي وأقرب الخلفاء إلى قلبي. ولكن العمل ينتظرك. سأعتزل المنصب، تكفيني الوزارة 20 عاما، وأرجو أن يتقبل الله مني ما فعلته خلالها من أجل المسلمين. هل ستتفرغ لدروس العلم يا رجاء؟ نعم، وسأنشر مبدئي الذي علمته لأولادي، وأرجو أن يعلموه لأولادهم من بعدي. العمل من أجل الناس رياء، وأيضا ترك العمل من أجل الناس رياء. إنما أعمالنا لابد أن تكون في كل الأحوال خالصة لوجه الله. النعمان بن ثابت المرزبان الشهير بالإمام أبي حنيفة، أصله من أفغانستان، ولد 80 هجرية في الكوفة وعاش فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الشعبي في محلنا، إنه لفضل كبير يا شيخنا، يا إمام العلماء في الكوفة كلها. ما شاء الله، طورت محل أبيك يا نعمان، ونجحت أفكارك الجديدة في التجارة. هذا بفضل الله يا شيخنا، لقد تعلمت أصول التجارة ممن تخصصوا فيها. أتمنى لو استخدمت ذكاءك في تعلم الدين. أي فرع من علوم الدين؟ تحفظ القرآن مثلا. ثم أتقدم في السن وأنسى ما حفظته. إذن تحفظ الأحاديث النبوية؟ سأكبر أيضا وأنساها. إذا تعلمت الفقه لن تنساه، وستصبح فقيها ثم قاضيا ثم كبير القضاة. نعم، هذا ما يرضي طموحي، ولكن ممن أتعلم الفقه؟ من شيخ الفقهاء في الكوفة، الإمام حماد بن أبي سليمان. وهل ستترك التجارة وتتفرغ لدروس العلم يا نعمان؟ لا والله يا شيخ حماد، سآخذ من ربح التجارة وأنفق منه على دروسي. حسن، نلتقي إذن كل يوم بعد صلاة الفجر. أعلمك 3 مسائل في الفقه تحفظها، ثم تأتي في اليوم التالي لأعلمك 3 مسائل جديدة. 3 مسائل فقط في اليوم؟ لا تتعجل، البحر أصله نقطة ماء، والجبل
أصله حبة رمل. استمر أبو حنيفة مواظباً على تلقي العلم من أستاذه حماد بن أبي سليمان، وبعد 3 سنوات فقط أصبح أبو حنيفة أنجب تلاميذ حماد والوحيد الذي يجلس بجواره في حلقة العلم. بعد 10 سنوات أصبح أبو حنيفة نابغاً في الفقه، وله تلاميذه ومريدوه، مما شجعه أن ينفصل عن أستاذه ويجعل لنفسه حلقة علم خاصة به في مسجد الكوفة، ولكنه تراجع استحياء من أستاذه حماد، ووجد نفسه يجلس في مكانه المعتاد بجواره. في بداية الدرس أبلغكم بأنني مضطر إلى السفر غداً ولمدة 1 شهر كامل. اطمئنوا، سيستمر درسنا كما هو. أخوكم نعمان سيلقي الدرس نيابة عني حتى أعود. أنا يا شيخنا؟ نعم يا نعمان، صرت فقيهاً وعالماً وأفضل من يحل محلي في غيابي. تحقق لأبي حنيفة ما أراد، وقرر أن يكون له أسلوبه الخاص به. من الآن وحتى عودة أستاذنا حماد سنكتب كل ما يقال في هذه الجلسة من أسئلة وأجوبة فقهية، وسنشترك جميعاً في التفكير والتدبر والإجابة عليها. شفاك الله يا شيخنا، والله منذ عرفتك وأنا أدعو لك في صلاتي كدعائي لأبي وأمي. وأنا أيضاً يا نعمان كنت أقول لابنتي إنني أشتاق إليك في السفر كما أشتاق إليها عندما أغيب عنها. ستعود إلى مجلس علمك قريباً بإذن الله. لا يا نعمان، أشعر أنها النهاية، ولا يسري عني إلا وجودك مكاني. أنت الوحيد القادر على استكمال ما بدأته من دروس الفقه. شرف عظيم ومهمة صعبة. استمر كما بدأت في غيابي، وضع مجموعة من العلماء في الصفوف الأولى، واستشرهم في كل المسائل الفقهية قبل أن تتفقوا عليها وتسجل في الجلسة. هذا ما أفعله، ووصلت بالعدد إلى 40 عالماً في كل المجالات، حتى إنني أستعين بأصحاب الخبرات من التجار والصناع والأطباء والساسة ومن يهتم بعلوم النفس والاجتماع. أنت بهذا يا نعمان ستكون أول من أسس مدرسة فقهية في التاريخ كله، وأول من أرسى فقه الأغلبية وليس الرأي الواحد. هذا ما تعلمته منك يا شيخنا. لا يا نعمان، لقد تفوقت عليه وأصبحت لك مدرستك الخاصة، ولكني سعيد بذلك. نبدأ اليوم أول دروسنا في الفقه التقديري. وما معنى الفقه التقديري؟ أن نتوقع أشياء وتغيرات ربما تحدث في المستقبل وندبر حلولها من الآن. وما فائدة ذلك؟ حتى لا ينفصل الدين عن الدنيا كلما تباعدت السنون، وحتى تتطور العلوم الشرعية مع تطور العلوم الدنيوية. أعطنا مثالاً يا شيخنا لهذه التغيرات التي تفترضها. اكتب يا أبا يوسف، لنفرض مثلاً أن مياه نهري دجلة والفرات قد انخفض منسوبها وظهرت الجزر من تحتها، ثم جاء أناس وفردوا أسواراً حول هذه الجزر وقاموا بزراعتها، فهل يحق لهم ذلك؟ بالطبع لا يحق، فإنها ملكية عامة، لابد لهم من العودة لولي الأمر. رأيان وجيهان، أما أنا فأرى أنهم يحق لهم بعض انتظر يا أبا يوسف، لا تكتب رأيي حتى نتفق عليه جميعا، فنحن لن نعتمد في هذا المجلس إلا رأي الأغلبية. أبو يوسف،
أهلا يا سيدي. بحثت عنك في كل مكان وتمنيت ألا أجدك هنا. هل تترك دروس العلم في المسجد وتأتي إلى السوق لتبيع الخضروات؟ إنها الحاجة يا شيخنا، أريد أن أوفر تكاليف معيشتي وليس لي عمل آخر. هذه 100 درهم ولك مثلها أول كل شهر على أن تتفرغ لدروس العلم ولا تتغيب عنها. أشكرك يا أستاذي. أنت أنجب تلاميذي وأنا حريص على وجودك في مجلسي، وهذا ثمن زهيد لبقائك معي معظم الوقت. الحمد لله. نظر أبو يوسف في عطية أبي حنيفة له، وكانت بمثابة أول منحة دراسية في تاريخ الإسلام. بعدها بسنوات نبغ أبو يوسف في الفقه، وقرر الانفصال عن أستاذه أبي حنيفة، وأسس مجلس علم خاص به في المسجد نفسه. انظر إلى أبي يوسف، لقد فعل معي ما استحييت أن أفعله سابقاً مع أستاذي حماد. هل أفاتحه في الأمر وأطلب منه العودة إلى مجلسك يا سيدي؟ لا، ولكن دعنا نداعبه قليلاً. اذهب إليه في مجلسه وقل له إن رجلاً أعطى جلبابه للخياط كي يقصره على مقاسه، وفي اليوم التالي أخبره الخياط أن الجلباب قد سرق منه، وبعد أيام وجد الرجل جلبابه معروضاً للبيع في محل الخياط بعد أن تم تقصيره، فخشي الخياط من الفضيحة وأعاد للرجل جلبابه. والسؤال هنا، هل من حق الخياط أن يأخذ أجرة تقصير الجلباب؟ إذا قال أبو يوسف نعم من حقه، قل له أخطأت في فتواك. وإذا قال لا ليس من حقه، قل له أيضا أخطأت في فتواك. لا، ليس من حق الخياط أن يأخذ الأجرة. عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف. انتظر، انت معك حق، من حق الخياط أن يأخذ الأجرة. عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف. ما هذا؟ يدعي أنه أخطأ في الحالتين؟ إنها حقا مسألة معقدة. أراد أن يختبراه بها. والله إنه لامتحان صعب من امتحانات أبي حنيفة النعمان. هيا بنا. وصلتني رسالتك يا أستاذي، وجئت لأعرف حكمك في هذه المسألة. اسمع يا أبا يوسف، إذا كان الخياط قد قصر الجلباب قبل أن ينوي سرقته فهو يستحق عليه أجراً، وإذا كان قصره بعد أن سرقه من صاحبه فهو لا يستحق عليه أجراً. ما شاء الله، والله لا يفتي بهذا العلم والفقه إلا أبو حنيفة. أيها الناس، يبدو أنني ما زلت في حاجة للتعلم من أستاذي أبي حنيفة، وسأنضم من الآن إلى مجلسه وأبقى معه طيلة حياتي، ولن يكون لي مجلس خاص بعد اليوم. وهكذا نجح أبو حنيفة في استعادة تلميذه أبي يوسف. ما شاء الله، الاعتراف بالحق فضيلة. الآن نستفيد من العالمين في مجلس واحد، ولا يفوتنا أي درس من دروس العلم. وظل أبو يوسف تلميذاً في مجلس أبي حنيفة، وأصبح أبو يوسف لاحقاً كبير القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله طاعتك يا سيدي الربيع. صليت شكراً لله يا فروخ. الحمد لله الذي أتم لنا رحلتنا
وبارك لك في تجارتك. لولاك يا فروخ لما ربحت كل هذا المال، لقد أصبحت ماهراً بشؤون التجارة. تعلمتها منك يا سيدي عبر سنين طويلة، وأبليت فيها بلاءً حسناً يا فروخ، ولهذا أعتقتك لوجه الله. تقصد أنني حر من الآن؟ وخذ هذه أيضاً مكافأة لك، 30,000 دينار. 30,000 دينار؟ إنه مبلغ كبير جداً. تبدأ به حياتك عندما تعود للعراق. لن أعود للعراق غنياً، وقد عرفوني هناك فقيراً. إلى أين ستذهب إذن؟ أشتاق منذ زمن للعيش بالمدينة المنورة. ولكن ليس لك أهل فيها. والله يا سيدي لن أشعر بغربة أبداً في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات الربيع بعد أسبوع، وتزوج فروخ في المدينة المنورة بامرأة ليست جميلة ولكنها صالحة، كانت بالنسبة له كل أهله في المدينة. العشاء جاهز يا حبيبي. يبدو أنه سيكون آخر عشاء لنا معاً قبل السفر. سفر؟ أي سفر؟ رحلة تجارة طويلة. وهل ستتركني وحيدة وأنا حامل وليس لي أهل في المدينة؟ سأتركك في رعاية الله يا زوجتي الحبيبة، ولن أغيب عنك أكثر من 3 أشهر. والله يا حبيبي لا أستطيع أن أمنعك عن عملك وتجارتك. 30,000 دينار التي أخذتها من سيدي الربيع قبل وفاته سأتركها أمانة عندك حتى أعود إليك. وأنا أيضاً سأقول لك جملة واحدة، أتركها أمانة عندك حتى تعود إلي. جملة واحدة؟ نعم. تذكر يا زوجي العزيز أن الخير ربما يكون كامناً في الشيء الذي ترى فيه شراً. الخير ربما يكون كامناً في الشيء الذي أرى فيه شراً. بعد 6 أشهر أنجبت زوجة فروخ ابنها الوحيد الذي سمته ربيعة على اسم سيد زوجها الربيع. وصل ربيعة إلى سن 8 ولم يعد أبوه فروخ حتى الآن. ربيعة، طعامك يا ولدي. إنه طعام كثير يا أمي. لأن طريقك طويل، ستذهب لتتلقى العلم عند سيدك أنس بن مالك خارج المدينة. ولماذا أنس بن مالك؟ لأنه خير من يفقهك في الدين، كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسينقل إليك علمه الغزير. ومن أين ستنفقين على تعليمي؟ من مال أبيك الذي تركه لدينا، ليس عندي غيره، وعندما يعود أبوك لن يغضب لأنني أنفقته على تعليمك. أبي يعود؟ كيف؟ الناس يقولون إنه مات. والله يا بني أشعر أنه ما زال حياً وسيعود إلينا يوماً ما. نبغ ربيعة في كل علوم الشريعة حتى صار كبير فقهاء المدينة وهو في 30 من عمره. كان الإمام مالك من تلاميذه، وكان العلماء كلما اختلفوا في أمر ذهبوا إليه ليعرفوا رأيه أو ليحكم بينهم. إلى هنا ننهي درسنا الليلة، وسنلتقي إن شاء الله بعد عودتي من السفر. شيخنا الجليل ربيعة الرأي. تعال يا مالك. إلى أين ستسافر يا معلمي الأول؟ إلى العراق، سألتقي هناك ببعض العلماء لأسألهم عن صحة حديث أظنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقطع هذه المسافة الطويلة لتسأل عن صحة حديث واحد؟ هكذا علمنا شيوخنا يا مالك، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. احفظها عني واعمل بها،
وعلمها لتلاميذك في المستقبل. سأفعل إن شاء الله. أراك يا مالك أنجب تلاميذي، ومن يدري، ربما أسست مذهبا فقهيا خاصا بك في المستقبل وصرت كبير فقهاء المدينة المنورة. أنا يا سيدي، والله لو حدث ذلك فسيكون مذهبي كله حصيلة ما تعلمته منك. بعد 30 عاما عاد فروخ يبحث عن زوجته وابنه الذي لم يره حتى الآن. لم يستطع أن يذهب إلى منزله محرجا من مقابلة زوجته التي تخلى عنها وتزوج غيرها في سفره. أراد أولا أن يدخل مسجد رسول الله ويزور قبره ويبكي أمامه بدموع الندم. انتهى فروخ من صلاته ولفت نظره عالم شاب قد تجمع حوله تلاميذ كثيرون في أكبر مجلس علم في المسجد، فاقترب منهم. نتحدث اليوم عن باب جديد من أبواب الفقه، وربما كان بابا نادرا، فقه الأب الغائب. قل لي يا بني، من هذا الشيخ؟ كيف لا تعرفه؟ هل أنت غريب عن المدينة؟ نعم، إنه إمام الفقهاء وكبير العلماء، ربيعة الرأي. ربيعة الرأي؟ نعم، إذا اختلف العلماء فلا يلجؤون إلا إليه ويأخذون برأيه في كل الأحوال، ولهذا سموه ربيعة الرأي. تقصد أن هذه كنيته؟ فما اسمه الحقيقي؟ سمعته يقول ذات مرة إنه ربيعة ابن فروخ. فروخ؟ وهل رأيت أباه من قبل؟ لا والله، هو نفسه لم يره، لقد ولد وأبوه مسافر، وقيل لاحقا إنه مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أدرك فروخ أن العالم الكبير الذي يجلس أمامه الآن هو ابنه الذي لم يره منذ مولده. السلام عليكم يا إمام الفقهاء وكبير العلماء. عليكم السلام ورحمة الله. من؟ أنا زائر لأمك. أمي؟ نعم، قل لها قد يكون الخير كامنا في الشيء الذي ترى فيه شرا. فروخ؟ تقولين فروخ؟ نعم يا بني، أبوك. أبي؟ ألم أقل لك أشعر أنه سيعود إلينا في يوم ما؟ أتوسل إليك، لا تسأليني أين كنت ولماذا لم أرجع إليكم غير الآن. أراك جئت تسأل عن مالك الذي أودعته عندي. ها هو مالك يا أبا ربيعة، ابنك الذي استثمرت فيه كل المال وكل العمر. جزاك الله عني وعن المسلمين خيراً. ألست متحسراً على مالك الذي عدت من أجله ولم تجده؟ لم أعد الآن من أجل المال، عدت ليلتئم شملنا مرة أخرى. شملنا؟ نعم، أسرتنا يا أم ربيعة. تبحث عن أسرة تركتها 30 عاماً؟ أعرف أنه لم يبقى من العمر أكثر مما فات، ولكن دعينا فيما تبقى نعوض ما فاتنا. ثلاثون عاماً وأبي على قيد الحياة ولم يفكر في العودة إلينا ورؤية زوجته وابنه الوحيد. ظننتك ستسعد بعودته إلينا. لا أعرف بماذا أشعر الآن، ربما سعدت بأنه ما زال حياً، ولكني حزين لأنه أهملنا ونسينا وقصر في حقنا عليه. يا بني، إنه أبوك. أبي الذي لم يراني طيلة عمري وحرمني منه منذ مولدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحدثكم اليوم
عن قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ولكي نفهم معنى هذه الآية أحكي لكم حكاية بسيطة، حكاية تاجر ماهر ترك زوجته وهي حامل في ابنه الوحيد وذهب لينمي تجارته. دخل مدخل صدق بنية العمل والكسب الحلال، ولكن يبدو أنه لم يخرج مخرج صدق، فانتهت رحلته التجارية ولم يعد إلى زوجته وابنه. تخلى عنهما 30 عاماً، ثم عاد يطلب منهما أن يسامحاه ويبدأ معه من جديد. وها هو الابن يسامحه على ما فات من أجل أن تكتمل الأسرة التي ظل يحلم بها 30 عاماً هي كل عمره. أبي، يا الله، إنه والد شيخنا ربيعة. والله يا بني، ما أراني أستحق منك كل هذا الخير. لا خير في إن لم أعفو عن أبي، وأدعو أمي أيضا إلى العفو عنه. أستغفر الله العظيم، عفوت عنك يا أبا ربيعة، عفوت من أجل ابننا الذي ظل في انتظارك طيلة حياته، ومن أجل الخير الذي رأيته أنت كامنا في شيء اعتقدته شرا. وهكذا التأم شمل الأسرة التي تفرقت 30 عاماً، ثم اجتمعت على الخير والحب والعفو. رجل غريب جاء في الليل متسللاً، وبالقرب من المدينة المنورة أسرته مجموعة من المسلمين دون أن تعرف من هو. وجاءوا به إلى المسجد النبوي وربطوه في إحدى سواريه. ما هذا؟ إليكم عني! ماذا فعلت بكم لتأخذوني أسيراً؟ أسكت أيها اللص، والله لن نتركك حتى يفصل رسول الله في أمرك. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إليه عن بعد وقال: أتدرون من أخذتم؟ إنه ثمامة بن آفال ملك اليمامة. عدو الإسلام؟ لقد قتل كثيراً من أصحابنا، دعني أقتله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، بل أحسنوا إليه. نحسن إليه وقد قتل منا ما قتل؟ قال الصادق الأمين: ألم تسمعوا قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تفضل الطعام. كل هذا الطعام لي أنا؟ نعم، أمرنا رسول الله أن نحسن إليك، فتسابق الصحابة وجاءوك بأفضل الطعام الذي في بيوتهم. أمركم محمد بأن تحسنوا إلي أنا؟ وإلى هذا الحد تطيعون رسولكم؟ نعم، قال الله تعالى: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. اشرب هذا اللبن، إنه لبن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبعث لي محمد بلبن ناقته؟ بل بعث الناقة نفسها وأمرنا أن نحلبها لك ليل نهار طيلة بقائك عندنا. غريب أمر هذا الرجل. اقترب صلى الله عليه وسلم وسأل ثمامة: ما عندك يا ثمامة؟ اسمع يا محمد،
إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سل تعطى منه ما شئت. لم يرد رسول الله على ثمامة، وانصرف وتركه حتى اليوم التالي. منذ يومين وثمامة يقول لرسول الله الكلام نفسه: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أن خلفه من قومه من سيأخذ بثأره، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أن رسول الله إذا أطلق سراحه فسيكون له شاكرا. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ترى هل سيفك الرسول أسره مقابل فدية كبيرة؟ انظر، لقد حضر إليه رسول الله. جاء الرسول إلى ثمامة لليوم الثالث على التوالي وسأله السؤال نفسه: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندي سوى ما قلت من قبل: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سل تعطى منه ما شئت. سكت الرسول لحظة ثم التفت إلى صحابته وقال لهم: أطلقوا سراح أسيركم. هكذا تطلق سراحي دون ما فدية أو شرط أو عهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا ثمامة، أمرنا الله تعالى أن نعفو حتى عن أعدائنا. انطلق ثمامة خارجا من المدينة يكاد لا يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه وأطلق سراحه، ووجد بئر ماء عند طرف المدينة، أخذ يغتسل بمائه ليتطهر من دنسه. في اليوم نفسه كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر يا رسول الله، إنه ثمامة قد عاد إلينا بعد أن أمرت بإطلاق سراحه. يا محمد، أشهدك بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أعز بك الإسلام يا ثمامة، قل لي ما الذي دفعك إلى ذلك؟ ما رأيته من حسن عفوك عني وحسن معاملة أصحابك لي. سأله الرسول: ولماذا لم تسلم قبل أن نطلق سراحك؟ حتى لا يقول الناس إنني أسلمت مضطراً، ولكني عدت باختياري وكامل إرادتي أعلن إسلامي خالصاً لوجه الله. قال الرسول: هل صفى قلبك للإسلام يا ثمامة؟ والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وأصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الأديان إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلاد إلي، وقتلت كثيرا من أصحابك، فقل لي ماذا يجب علي؟ رد الرسول الكريم: لا شيء عليك اليوم يا ثمامة، إن الإسلام يجب ما قبله. إذن فوالله لأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أسرك أصحابي وأنت ذاهب إلى مكة لتعتمر على طريقة الكفار، فاذهب وقم بعمرتك، ولكن على شرع الله ورسوله سأفقهك بنفسي في الدين وأعلمك مناسك العمرة. بعد أيام كان ثمامة عند الكعبة، ويذكر التاريخ أنه أول إنسان يعتمر على دين الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
انظر ماذا يقول هذا الرجل، إنه يلبي على دين محمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سأقتله. انتظر، إنه ثمامة بن آثال ملك اليمامة. نعم والله إنه هو. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ماذا تقول يا سيد بني اليمامة؟ أكفرت واتبعت محمدا وتركت دينك ودين آبائك؟ والله ما كفرت، بل اعتنقت الإسلام الدين الحق. أولا تدري ماذا يمكن أن نفعل بك وأنت هنا بيننا تعلن كلمة الكفر في وجوهنا؟ أصبحت لا أخشى إلا الله، ولن تستطيعوا أن تفعلوا بي شيئا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قلت لك دعني أقتله. كيف نقتله ومعظم غذائنا يأتينا من اليمامة؟ لو علم قومه أننا قتلناه لمنعوا عنا الطعام، وجاءوا يحاربوننا ويريدون الثأر له. يا رسول الله، عاد ثمامة إلى قومه، وبسبب إسلامه أسلم عدد كبير من أهله وأصحابه، وقد قرر أن يمنع عن قريش كل الطعام الذي كان يصدره لهم، وأقسم إنه لن يبعث إليهم بحبة قمح واحدة. وهذه رسالة من مشركي قريش يستنجدون بك يا رسول الله بأن تأذن لثمامة أن يرسل إليهم الغذاء، فقد ارتفعت الأسعار وانتشر الجوع بعد أن منع عنهم الطعام إلا بإذن منك. قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا إلى ثمامة أن يبعث الغذاء لقريش. ولكن يا رسول الله، إنها فرصة لنرد لقريش ما فعلوه فينا من قبل. لقد عذبونا وحصرونا في شعب أبي طالب، ومنعوا عنا الطعام حتى صرنا نأكل ورق الأشجار ونربط بطوننا من شدة الجوع. قال الرسول الكريم: نحن قوم نصل أرحامنا ونحسن إلى من أساء إلينا ونعفو ونصفح حتى نكون من المحسنين. وما زلت أذكركم بقول الله في كتابه الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. الإمام الجليل سعيد بن المسيب ولد بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق بعامين، تزوج بابنة أبي هريرة، وصار مع السنين إمام العلماء وفقيه المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. الإنسان خليفة الله في الأرض، يعمرها ويعمل فيها بصفات الله التي وضعها سبحانه وتعالى فيه. فالله أعطانا من عدله لنعدل بين الناس، وأعطانا من كرمه لنكرم الناس، وأعطانا من رحمته لنرحم الناس. هذا هو أعمق معنى لخلافة الله في الأرض. الله الله يا شيخنا، فتح الله عليك. نواصل درسنا غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله. السلام عليك يا شيخ العلماء. وعليكم السلام ورحمة الله. جئتك من دمشق عاصمة الخلافة رسولا إليك من أمير المؤمنين خليفة المسلمين. أهلا بك. جئت أبشرك يا شيخنا، سمع أمير المؤمنين عن أخلاق ابنتك وجمالها وعلمها، وبعثني أخطبها منك لابنه ولي العهد. ابنتي أنا يخطبها ولي العهد؟ هنيئاً لك يا شيخنا. أخبره أنني أرفض هذه الخطبة. ماذا؟ ترفض نسب أمير المؤمنين؟ ترفض أن تكون ابنتك زوجة الخليفة القادم؟ نعم، لقد سمع الخليفة عن ابنتي كل خير، وأنا سمعت عن ابنه كل سوء، ولن أزوجها له.
هل أعجبك طعامي يا أبي؟ لذيذ وشهي كطعام أمك رحمها الله. سمعت أنك رفضت خطبتي لولي العهد ابن أمير المؤمنين. نعم، فهو لا يستحقك. ها؟ ماذا بك؟ أتطمعين أن تكوني زوجة الخليفة القادم؟ لا والله، ولكني أخشى عليك من بطش الخليفة بعد أن رفضت ابنه. اطمئني، أبوك لا يخشى إلا الله، وما زلت أبحث لك عن زوج يكون جديرا بك. ومن هذا الشجاع الذي سيتجرأ ويخطبني بعد أن رفضت ولي العهد ولا يخاف من مكر الخليفة به بعد أن يرى أنك فضلته عن ابنه؟ حسن، لقد قلتها بلسانك. لن يتقدم لخطبتك إلا شاب شجاع لا يخاف من الخليفة، وهذا هو المطلوب. السلام عليك أستاذ الجليل. ابن أبي وداعة، أين أنت يا رجل؟ لم أرك في درس العلم منذ حوالي شهر. ماتت زوجتي يا شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا لم تخبرني حتى أشاركك مصيبتك؟ أردت ألا أشغلك، أعرف أن كل وقتك لتلاميذك ومريديك. وهل وجدت زوجة ثانية؟ كيف؟ تعرف أني أملك بالكاد قوت يومي. ولكنك على خلق ودين. ومن سيزوجني ابنته مقابل خلقي وديني؟ أنا. ماذا؟ تزوجني ابنتك التي رفضت أن تزوجها لولي العهد ابن خليفة المسلمين؟ أنت بخلقك وعلمك أفضل من ولي العهد، وابنتي معك ستكون بخير، وسآمن عليها معك أكثر مما آمن عليها في قصر الخلافة. ولكني... ولكنك ماذا؟ أتخشى أن يبطش بك الخليفة لأني فضلتك على ابنه؟ لا والله، لقد علمتنا يا شيخنا ألا نخشى في الحق لومة لائم. إذن استعد للزواج وجهز المهر من الآن. المهر؟ درهمان فقط، لن أطلب منك المزيد. تزوجني بدرهمين يا أبي؟ خشيت ألا أطلب أي مهر فيشعر ابن أبي وداعة أنني أتصدق عليه بهذه الزيجة. أتحبه لهذه الدرجة؟ نعم، إنه أنجب تلاميذي على الإطلاق، وأكثرهم ورعا وتقوى وحبا لله ورسوله. أكمل، وأكثرهم فقرا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام: خذوهم فقراء يغنكم الله. وهل ستقدر على العيش بدوني؟ يا بنيتي، أنت مع ابن أبي وداعة كأنك معي، سيحبك ويصونك زوجة وابنة وصاحبة، لهذا فضلته على ولي العهد وعلى كل أقرانه من الشباب الذين طلبوك من قبله. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر يا واسع الفضل. يا ربي، 3 أيام وأنا عاجز عن توفير الدرهمين مهر العروس، لم أجد من يقرضني هذا المبلغ البسيط. من الطارق؟ أنا سعيد. يقول ابن أبي وداعة: والله ما خطر على بالي أبدا أنه سعيد بن المسيب، فقد عاصرته طيلة حياتي ولم أره إلا في بيته أو في المسجد. شيخ الجليل، غبت 3 أيام عن حلقة العلم، فجئت أسأل عنك. والله يا شيخنا، ما منعني عنك سوى أنني لم أستطع أن أوفر. لا تكمل، خذ هذين الدرهمين قرضا مني حتى تدفع المهر المطلوب. جزاك الله خيرا. والآن أعطني المهر. ها هو،
تفضل. تعالي يا بنيتي. العروس؟ لم أشأ لك أن تبقى أكثر من ذلك بدون زوجة. انظري إلى هذا، جميل، سيكون أجمل عليك إن شاء الله. هل هو لي؟ وهل لي عروس غيرك؟ ومن أين جئت بثمنه؟ استلمت اليوم عملا جديدا. مبارك عليك. مبارك علينا، منذ رزقني الله بك رزقني بكل خير. الحمد لله، أنا أيضا لم أرى منك غير كل خير. أحسن أبي اختيارك لي وأحسن اختياري لك. أولست نادمة لأنك تركت ابن الخليفة وتزوجت بي؟ لا والله، ولكني أخشى على أبي كثيرا من بطش الخليفة. سمعت أنه غضب بشدة عندما علم أن أبي زوجني بك، وأنه أقسم أن ينتقم منه. أو أخبرك شيخنا بذلك؟ لا، إنه كعادته يخفي عني أي أخبار سيئة. لقد سمعت هذا من بعض النساء، وقد سمعناه من أزواجهن. إذن سأذهب حالا لأطمئن على شيخي، والله لن أتركه يعاقب بسببه. جزاك الله خيرا. أسرع ابن أبي وداعة إلى شيخه، فوجد وفد الخليفة في منزله يقبضون عليه ليسلموه للخليفة في دمشق كي يسجنه، فأصر أن يسافر مع الشيخ ويفديه بنفسه. من أجل هذا ترفض ابني وتقول إن أخلاقه سيئة؟ وأنصحك بأن تعمل على إصلاح أخلاقه من الآن. لن تصنع بي شيئاً إلا ما كتبه الله علي. ويحك، أتدري ماذا سأصنع بك؟ سأسجنك. سجن نبينا يوسف وخرج من السجن ليكون عزيز مصر. لن تخرج من سجني. بإرادة الله خرج يونس من بطن الحوت. الله راحم يونس، ولكني لن أرحمك. ومن أدراك أن الله سيمد في عمرك حتى ترحم أو لا ترحم. يا حراس، خذوا هذا العنيد إلى السجن. لا يا مولاي، أتوسل إليك أن تأخذني مكانه. ألا تخشى السجن؟ بل أخشى على شيخي من أن يصيبه أي أذى. كل ذلك لأنه زوجك ابنته ورفض ابني. ليس لأني أفضل من ابنك، ولكن خشي أن يستحق ولي العهد من هي أفضل من ابنته. ألا تخشى أن أقتلك أو أجلدك بدلاً من شيخك؟ أفديه بنفسي بعد كل الخير الذي قدمه لي. يا سعيد، يبدو أنك أحسنت اختيار زوج ابنتك. يعني ذلك أنك ستتركنا نرحل إلى بلدنا؟ لا رحيل إلا بعد أن تبقى مع ابني وتفقهه في أمور دينه وتحسن من أخلاقه. أنا؟ أنت شيخ الإسلام وفقيه الأمة. أنا إذا خرجت من مدينة رسول الله أموت كما تموت السمكة إذا خرجت من الماء. وأنا لن أرسل ابني معك إلى المدينة. سأذكر لك أسماء علماء في دمشق يتولونه بالعلم والتربية. حسنا، ولكن لن تعود إلى المدينة قبل أن يحضر العلماء وتحدد لهم ماذا يفعلون. أوافق بشرط. تشترط على الخليفة؟ نعم، أترك زوج ابنتي يعود إليها، فلن آمن عليها بدون أبيها وزوجها. أيها الشاب الفقير، عد إلى زوجتك واعلم أن ابني سيكون عن قريب في مثل أخلاقك ودينك وعبادتك. في العام الخامس من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اشتد أذى الكفار على المسلمين،
فاجتمع رسول الله سراً بابن عمه جعفر بن أبي طالب، وأخبره برغبته في أن يهاجر 100 من المسلمين إلى الحبشة ليكون للمسلمين قاعدة خارج مكة. ولماذا الحبشة يا رسول الله؟ قال الرسول: لأنها القوة الثالثة في العالم، وبها ملك عادل هو النجاشي أصحمها، لا يظلم عنده أحد. وهل سيكون كل المهاجرين معي من ضعفاء المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا جعفر، سيكون معك الزبير بن العوام وعثمان بن عفان ورقية ابنتي زوجة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأم حبيبة ابنة أبي سفيان. أريد أن يفهم النجاشي أنني أرسلت إليه مع عامة المسلمين بعضاً من سادة قريش ومن قبائل متفرقة، حتى إذا أرادت قريش أن تسترجعهم من عنده رفض أن يسلمهم لها. وما هي خطة خروجنا من مكة سراً؟ قال النبي: ستخرجون ليلاً كل من منزله، ولن تتجمعوا إلا عند ساحل جدة. هناك ستجدون مركبين كبيرين تسافرون فيهما إلى الحبشة بإذن الله. غضبت قريش لهجرة المسلمين إلى الحبشة، خشيت أن يقلبوا عليهم النجاشي ويفسدوا علاقته التجارية مع مكة، وأرسلوا إليه صديقه عمرو بن العاص ليسترد منه المسلمين المهاجرين إليه، ولم يكن عمرو قد أسلم بعد. إنهم مجموعة من سفهائنا لا يمثلون إلا القليل، ونخشى أن يفسدوا ما بيننا وبينك أيها الملك العظيم. أيها البطارقة، أسمعتم ما قاله عمرو بن العاص؟ نعم، ونؤيده في ذلك. لابد أن يرحل المسلمون عن بلادنا، لقد تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في ديننا، دين المسيحية. لا والله، لن أطردهم من بلدي حتى أسمعهم، فإن كانوا على الحق أبقيتهم معنا، وإن كانوا غير ذلك سلمتهم إليك يا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جعفر، ما هذا الدين الذي من أجله فرطتم في دين آبائكم؟ أيها الملك، كنا قوم جاهلية، نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أرسل الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار، فعدا علينا قومنا فعذبونا وظلمونا، فلما قهرونا خرجنا من أرضنا إلى بلادك، وظننا ألا نظلم عندك، واخترناك عمن سواك، وقال لنا نبينا إنه لا يظلم عندك أحد. أتل علي شيئا مما يقوله نبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم. أبكيتنا يا جعفر، إن هذا الكلام وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة ومصدر واحد. اذهبوا، فوالله لن أسلمكم أبدا لعمر ومن معه. انتظر أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا غير الذي تقولون. ماذا تقولون في عيسى؟ نقول ما قاله ربنا: عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والله ما قال عيسى غير ذلك،
أنتم باقون في بلدي آمنون. يا عمرو بن العاص، خذ هداياك وعد إلى بلدك، إني لا أقبل الرشوة في دين الله. بعدها بقليل أسلم النجاشي سراً حتى لا يفقد ملكه، ولكن قادة الكنيسة شعروا بذلك وقلبوا الشعب عليه، فاجتمع بجعفر وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله مني ومنكم. تعرفون أني مهدد بخطر الثورة علي. والله ما جئنا من أجل ذلك، ولو أمرتنا لتركنا بلدك في الحال. لا يا جعفر، غدا أجتمع بقومي وأحاول أن أخمد هذه الثورة، وسأجهز لكم مركبين في البحر، فإذا نجحت في إخماد الثورة بقيتم معنا، وإذا فشلت وقام الناس علي هربتم أنتم بالمركبين قبل أن يمسكم أي أذى. وأنت أيها الملك؟ لا تقلق بشأني يا جعفر، أنتم 100 وأنا 1، إذا حدث لي مكروه أكون قد أسرت أو قتلت فداء لهذا الدين العظيم. نجح النجاشي في إخماد الثورة، وبقي المسلمون في بلاده حتى استقر الأمر للرسول في المدينة المنورة، وعقد صلح الحديبية مع مشركي مكة، فأرسل إلى جعفر وأصحابه بترك الحبشة والذهاب إلى المدينة. يقوى الإسلام يوماً بعد يوم، وأخشى أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه محمد مكة ويقتلنا فيها أو يطردنا منها. يبدو أنك تفكر في شيء يا عمرو. أبحث عن مكان نأمن فيه خارج مكة، ولا أرى إلا الحبشة التي يحكمها صديقي النجاشي. هل نهاجر إلى الحبشة؟ أفضل من أن نذل في مكة. سأجمع للنجاشي كل ما يحب من الهدايا، وأنا على ثقة من أنه سيقبلنا في بلده. جئتنا من مكة بهدايا رائعة يا عمرو، لا نستطيع ردها. فضلك علي عظيم أيها الملك، وأرجو أن تؤويني أنا وأصحابي في بلدك حتى تستقر الأمور في مكة. تخشى من أن يفتحها محمد وأصحابه وأنت على غير دينهم؟ ليس لي غيرك ألجأ إليه. مرحبا بك وبأصحابك في بلدي يا عمرو. أشكرك على كرمك وفضلك، ولكني رأيت واحدا من أعدائنا خارجا من عندك الآن. تقصد عمرا الضمري؟ إنه واحد من أصحاب محمد، سلمه لي لأقتله مقابل من قتل من أبناء قريش في معاركنا السابقة. ويحك يا عمرو، أتريدني أن أسلمك مبعوث رسول الله لتقتله؟ تقول على محمد رسول الله؟ نعم، هو رسول الله وخاتم النبيين، هو النبي أحمد المذكور عندنا في الإنجيل. ورب الكعبة، لم أصدقهم عندما قالوا لي إنك أسلمت سراً. وكيف لا أسلم وقد عرفت أن الإسلام هو الدين الحق؟ وملكك، ألا تخشى عليه؟ علمني الإسلام ألا أخشى إلا الله. أنت أيضاً يا عمرو لابد أن تسلم. أنا أسلم؟ نعم، أنت صديقي وأعرفك جيداً، عقلك يقول لك إن الإسلام هو الدين الحق وإنه الدين القادم لا محالة. ولكنك تحسبها بطريقة قائد عسكري، تنتظر أن ترى إلى ما سيصل الإسلام، فإذا تغلب على الشرك آمنت به، وإذا تغلبت قريش ظللت معهم. ساعتها يا عمرو ستكون لحقت بالإسلام بعدما انتصر، أما الآن فيمكنك أن تكون سبباً في نصرته. أتريدني أن أسلم الآن؟ بل هذا ما تريده أنت وترفض أن تواجه به نفسك. ردد خلفي يا عمرو، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي أصحمه، وأصبح بذلك الصحابي الوحيد في تاريخ الإسلام الذي أسلم على يد واحد من التابعين. ذلك لأن عمرو قد عاد إلى رسول الله وأصبح واحداً من الصحابة، أما النجاشي فلم يرى الرسول طيلة حياته. في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة توفي النجاشي. صلى الرسول بالصحابة صلاة الغائب على النجاشي أصحمه. كانت المرة الوحيدة التي يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غائب مات من المسلمين، وقد سنت صلاة الغائب بعدها ولم تكن معروفة من قبل عند المسلمين. مات النجاشي الذي تواضع للحق وأسلم لله رب العالمين، وكاد أن يخسر ملكه بسبب إسلامه، وظل التاريخ يذكره بأنه الملك العادل الذي لم يظلم عنده أحد.